السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بمشاهدي قناة أكاديمية. اليوم الأربعاء افتتاح فعاليات برشاد تيسان للفكرة في نسخة 18 في هذه السنة. ستكون فقرات متنوعة منها موسيقية وكذلك ستكون سهرات فنية وغيرها من تلك الأنشطة الفنية وكذلك. وهنا سنطلقكم معها بعض اللقطات في هذه الأجواء الافتتاحية لهذا المهرجان مهرجان تيسان في نسخة 18. إذن ترقبوا معنا كل جديد في صفحتنا عبر الهاتف ميديا. شكرا لكم، كان معكم المراسل الصحفي عبد الجليل العوان. مجلس الإقليمي، مرحبا بكم السيادة رئيس غرفة السير ريديا بجهة سوس مساء وزارة الداخلية. والشكر الكبير والامتنان للسلطات الإقليمية والمحلية. شكر خالص لكم السادة رجال الأمن الوطني الدرك الملكي القوات المساعدة الوقاية المدنية ولفعاليات النسيج الجمعوي. مرحبا بكم الزملاء الإعلاميون الصحفيين والمنابر الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية. جمعية تيسان في جديد الترحاب بكل المشاهدين الحاضر معنا في هذا الحدث التراثي الفتي. كل الشكر والتقدير والامتنان للإخوة السادة رجال الأمن الخاص الشركات الأصغر وللشركات والمؤسسات الاقتصادية الرائعة في الحدث التراثي الفتي. مدينة تيسان عاصمة الفضة تفتح أبوابها بصدر رحب أمام الزوار الأفاضل من مختلف المدن المغربية وكذا خارج الوطن. عاصمة الفضة مدينة الزيت تخطو هذه السنة خطوة 12 سنة من العمل الجاد والمضي من إبداع الصناع الإقليميين في مدينة تيسان والأراضي الفرعية التي أبدعت وتفننت بصياغة مختلف الحرية والمجوهرات الفردية التي أعطت لمدينة تيسان مكانتها الخاصة باعتبارها عاصمة للفضة بامتياز. مدينة تيسان ترفع بناءها للمرة 18 عاصمة الفضة. مدينة تيسان تجدد العهد مع الصناع التقليديين والحرفيين. رحم الله على سيدنا احد الصناع ومرحبا بمهرجان تيسان الفكره. كل الشكر والتقدير والامتنان لكل الصناع التقليديين ورحمة الله على الصناع التقليديين الذين غادروا هذه المكانات وتركوا هذا التفكير التراثي المتميز. Thank you.
الشكر القدير والامتنان مرة أخرى لكم الزملاء الإعلاميين والصحفيين ومنتبه المنابر الإعلامية المسموعة والمرئية والمقروءة والإلكترونية. مرحبا كذلك بإخوة أعضاء المجلس الإقليمي للسياحة. حضور فعال للمجلس الإقليمي للسياحة في هذا الحدث التراثي المتميز. في المعرض الثاني للمنتجات المجالية المعرض الصناعة التقليدية المنظم من طرف جمعية تيميزار، وكذلك هذا بفضل فعالية افتتاح مهرجان تيميزار للفضة في نسخته الثانية عشر. كما ترون قبل قليل بعض لقطات في هذا المعرض، إذن نترككم مع لقطات أخرى في فندق إيدي ديزني الذي سيشمل فقرات متنوعة وكذلك ماهية هذا المهرجان وكذلك عن الفعاليات المشاركة في هذا المهرجان. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم سيد تيزنيت، السيد نائب البرلماني رئيس جماعة تيزنيت، السيد رئيس المجلس الإقليمي، السيدة والسيد رئيس نائب رئيس مجلس جهة سوس مسا، السيدة